السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا الحنان. أول شيء حبيت أتمنى عيد ميلاد سعيد لصفحتنا، صفحة أهل الكتاب، سواء على اليوتيوب أو الفيسبوك، لأنه قبل سنة بالضبط بدأنا بالصفحة. في 19/7 السنة الماضية حطيت أول كرتون، أول شريط مصور على الصفحة بموضوع الأكل الحلال. فاليوم الحمد لله بعد سنة عندنا فوق 50,000 متابع على اليوتيوب والفيسبوك، فوق أعتقد 300 مليون مشاهدة لكل الأفلام والمقاطع. كتير تجاوب كبير منكم الجمهور، فأنا مبسوط كتير، وإن شاء الله السنة القادمة ستأتي بمفاجآت أو بشغلات جديدة إن شاء الله. فإذا عجبكم الصفحة اعملوا لايك وشير وكل هالشغلات في اليوتيوب والفيسبوك. شكرا. اليوم حبيت أحكي عن موضوعين سألوني أو بتسألوني كتنهم، اللي هم موضوع النبوة في اليهودية وموضوع المسيح. فخلينا نبدأ بموضوع النبوة اللي هو كتير مركزي في الإسلام، واليوم في اليهودية نتكلم عنه أقل أعتقد، ولكن له أهمية. النبوة في اليهودية إلها مراتب، ممكن نتكلم عن 3 مراتب. أعلى مرتبة في النبوة هي نبوة سيدنا موسى عليه السلام، اللي هو ركن أو النبي الأهم في اليهودية. نحن نعتقد أنه لا مثيل له بين كل الأنبياء، لأنه هو كان يتكلم مع الله، هذا مجازي طبعا، بس وجها إلى وجه، يعني بشكل مباشر بدون وساطة، وبدون يعني مش بحلم مثلا أو في المنام، لا مباشرة كان يتكلم مع الله في كل يوم. وهو طبعا استلم الرسالة الأهم في اليهودية اللي هي التوراة في جبل سيناء، فلذلك العلماء والفلاسفة اليهودية ركزوا على أهمية موسى وعلى عدم إمكانية إلغاء نبوته. المرتبة الثانية هي باقي الأنبياء المذكورين في كتب الأنبياء في التوراة أو في التناخ اليهودي، في 24 كتاب، في بينهم كتب أنبياء مثل إشعياء ويرميا ويخزكيل وإلى آخره. فهم أنبياء بس بمرتبة أقل من سيدنا موسى. وثم في كتبت في إلهام إلهي مثل مزامير ومثل كتاب مشلي أو باقي كتب سيدنا سليمان الملك سليمان، ولكن نحن نعتبرها بإلهام إلهي ولكن ليست نبوة. حسب مقولة في التلمود البابلي، النبوة توقفت في اليهودية في بداية عهد بيت المقدس الثاني أو الهيكل الثاني حوالي سنة 500 قبل الميلاد، يعني صارنا 2500 سنة بدون نبوة. يعني توقفت، أو آخر الأنبياء الأواخر عندنا كانوا خجاي وملاخي وزكريا زخريا، اللي كانوا يعيشوا في أرض إسرائيل في بداية فترة الهيكل الثاني حوالي سنة 500 قبل الميلاد. شروط النبوة، أو كيف نعرف أنه النبي هو حقيقي نبي، نبي حقيقي. فأولاً الحاخام موسى بن ميمون، العالم الكبير من القرون الوسطى، يقول إن في شروط للنبي، أو كيف نعرف إن النبي هو نبي حقيقي. أولا، لا يزيد ولا ينقص من التوراة، يعني لا يضيف وصايا، لا يضيف فرائض الدين، ولا ينقص من الفرائض. مثلا لا يمكن للنبي أن يلغي فرض السبت أو الأكل الحلال أو أي فرض من فرائض الدين. ثانيا، لا يمكن أن ينكر نبوة سيدنا موسى. إذا أردنا أن نثبت نبوته، الجمهور لازم يطلب منه إثبات أو دليل لنبوته يتم في المستقبل.
وإذا تم هالدليل هذا الشرط من شروط النبوة، ولكن لازم أن يكون في إجماع على نبوته في الشعب. هناك شخصيات كثيرة في التوراة تتكلم مع الله، إبراهيم، سيدنا إبراهيم، يعقوب، إسحاق، لوط، نوح، وإلى آخره. ولكن نحن في اليهودية لا نعتبرهم أنبياء أو لا نفكر فيهم كأنبياء، مع أنه حكوا مع الله، لأنه التركيز في اليهودية هو على الرسالة النبوية، يعني على إصلاح المجتمع، يعني إنذار المجتمع من خطايا وإلى آخره. فليس كل شخصية في التوراة تكلمت مع الله في الرواية نحن نعتبرها بالضرورة أنبياء. فلذلك إبراهيم مثلا له مكانة خاصة عندنا، مكانة عالية جدا، ولكن ليست مكانة نبي، نحن لا نعتبره نبي بالضرورة. أوكي، هذا بالنسبة لموضوع النبوة. هناك خلاف معين بين الحاخامين في القرون الوسطى، اللي هم الحاخام موسى بن ميمون اللي ذكرته، والحاخام يهودا هليفي، الحاخام يهودا اللاوي. اثنينهم عاشوا في الأندلس في القرون الوسطى ونقلوا. والتركيز عند موسى بن ميمون هو على المهارات، على قدرات الفيلسوفية أو العقلية للنبي. يعني هو كان من مدرسة الفلاسفة اليونانيين اللي فكروا إنه أعلى مرتبة للإنسان هو التفكير والقدرات العقلية والروحية. الحاخام يهودا اللاوي، غبي يهودا ليفي، ركز على الشعب الإسرائيلي وعلى ضرورة وجود النبي في أرض إسرائيل أثناء نبوته، ويدعي أن النبوة توقفت مع خراب الهيكل والشتات وتهجير الشعب. فلذلك يعني هذا أثر على المستوى الروحي للشعب، فبالتالي ألغيت النبوة. هلا بدي أحكي عن موضوع متصل وغير متصل، اللي هو موضوع المسيح. المسيح طبعا شيء مركزي جدا في المسيحية، شيء مركزي ربما في الإسلام، أو ممكن نقول إنه أهم في الإسلام الشيعي، لأنه هي شخصية المسيح كإنسان مخلص يأتي في آخر الأيام ويخلص شعبه. هذا إشي أهم ممكن في الإسلام الشيعي. في اليهودية المسيح يجب أن يكون من سلالة الملك داود أولا، يعني لازم يكون يهودي، ليس فقط يهودي ولكن من سبط يهودا، من سبط الملك داود ومن سلالة الملك نفسه. المسيح في اليهودية سيكون حتما إنسان عادي، يعني مولود من أب وأم، مش إلهي، ما له صفات إلهية. وفي كمان مقولة إنه في كل جيل منذ بداية العالم هناك ناس موهوبين، يعني ممكن أن يصبحوا مسيح، ولكن الأمر مش متعلق فقط بمهارة الإنسان أو بقدرة الإنسان على القيادة، وإنما أيضا بالإرادة الإلهية إلى تخليه يكون مسيح أو قائد. هناك تراث أو فكرة إنه المسيح يأتي راكبا على حمار. شو رمز الحمار أو شو أهمية الحمار؟ الحمار يعني حيوان بسيط. في فكرة إنه المسيح يركب الحمار لأنه يستولي على الشغلات البسيطة أو التفاهة يعني، ويسيطر عليها. وهناك أيضا موضوع التواضع، يعني ليس ما بيأتي راكبا على حصان وإنما على حيوان بسيط، لأنه الشيء الأهم هو الحكمة والميزات الشخصية، شخصيته يعني، مش قوته.
ولكن في نفس الوقت الحاخام موسى بن ميمون اللي كتب كثير عن موضوع المسيح فكر إنه المسيح لازم يكون كمان ملك وقائد سياسي، مش فقط قائد روحي للشعب. فهناك أيضا شروط للمسيح حسب سيدنا موسى بن ميمون، الحاخام موسى بن ميمون. أولا، مش لازم يقوم بمعجزات كي يثبت قيادته أو قدرته على القيادة. شو أهم واجباته أو شو أهم أعماله؟ أولا، الانتصار على أعداء الشعب وتوحيد الشعب حول قيادته. لم شمل يعني جمع كل يهود العالم في الأرض المقدسة، وتقوية موقف التوراة والدين اليهودي، انتصار الدين اليهودي. يعني هذا أهم واجبات أو مهام المسيح. هناك مقولة في التلمود تحكي إنه ما في فرق بين حياتنا هاي وحياة أيام المسيح إلا سيطرة الشعوب علينا. بمعنى آخر، في آخر الأيام أو في أيام المسيح سيكون هناك استقلالية أو استقلال لليهود، ولا نكون تحت حكم أو تحت سلطة شعوب أخرى. فنحن يمكن أن نعتبر الفترة اللي إحنا عايشين فيها كيهود بشكل معين فترة أيام المسيح، لأنه إحنا عندنا استقلال بعد 2000 سنة وعندنا دولة قوية موجودة. فمظبوط إنه الدين مش دائما موجود يعني في شعب مش متدين مش ملتزم بالدين، ولكن بعض شروط أيام المسيح موجودة اليوم في زماننا في حياتنا اليوم. فيعني في نقاش أو جدال بين الحاخام بن ميمون والمسيحية والإسلام طبعا، لأنه دائما في تحدي، ليش ما بتقبلوا عيسى كمسيح، أو ليش ما بتقبلوا حدث ثاني ادعى إنه مسيح. ف بيحكي الحاخام موسى عن عيسى تحديدا انه نتيجة بشرته او تبشير عيسى كان اضعاف او ضعف الشعب اليهودي. يعني الوصايا الغيت، وصايا الدين والمسيحية، مش بس في حياة عيسى ولكن في ايام بولس وبعدين المسيحية ألغت وصايا الدين. الإمبراطورية الرومانية يعني شتتت وهجرت اليهود، فالنتيجة ما كانت كويسة بالنسبة لليهود. يعني نتيجة المسيح الحقيقي بالرؤية اليهودية هو انتصار الدين اليهودي، إقناع الشعوب بأن الدين دين حق وإلى آخره. فالنتيجة في هذه الفترة كانت عكس ذلك، اليهود تشتتوا والدين ضعف. فمع ذلك يقول الحاخام موسى بن ميمون إنه المسيحية والإسلام لهم دور مهم في تحضير العالم أو تجهيز العالم للوحدة وللإيمان بالإله الواحد. يعني اليوم أو بعد مجيء أو بعد رسالة محمد وبعد رسالة عيسى، هناك عالم تقريبا أو جزء كبير من العالم مجمع على التوحيد، وهذا الشيء مهم جدا، لأنه قبل هيك العالم الروماني الأوروبي والعالم الإسلام العربي في شبه الجزيرة العربية كان يعني كان مشرك، كانوا عباد أصنام. فبالتالي هناك تغيير جوهري في مجيء هذان الشخصيتان أو هاتان الشخصيتان عيسى ومحمد. فهناك تغيير جوهري يعني في التوحيد. اليوم إحنا يعني اللي بيجمعنا أكثر بكثير من اللي
يعني بفرق بيننا أعتقد، وهذا هدف طبعا هذه القناة أيضا. زي ما أنتم شايفين الملخص، يعني إنه موضوع النبوة وموضوع المسيحية أو المسيح في اليهودية، التركيز فيه على الشعب اليهودي. يعني دائما التفكير هو هل الرسالة ملائمة لليهود؟ هل المسيح ملائم أو ينصر الدين اليهودي؟ اليهودية منذ أيام الأنبياء ما إلها رؤية عالمية، الرؤية تتعلق خاصة أو أكثر شيء بالشعب، وفقط على المدى البعيد هناك محاولة لإقناع بعض الشعوب بأحقية هذه الرسالة. فأعتقد أنه ما في مجال للنقاش، يعني موضوع إذا النبي هو له حق أو على حق أو على خطأ، هذا موضوع تافه، لأنه كل واحد بيستوعب رسالة قيادته وأنبيائه باللغة اللي بيرسلها. القرآن أتى باللغة العربية للشعوب العربية، ولذلك إلها هذا الكتاب له دور مهم للعرب. المسيحية كان إلها دور مهم للشعوب أوروبا وباللغة اللاتينية واليونانية. فبالتالي أنا أعتقد أنه ما في هناك صراع بين الديانات أو بين الرسائل يعني المهمة هاي، وكل رسالة تكمل الرسالة الثانية. أوكي، ظل عندنا دقيقتين للأسئلة، فبدي أجاوب عليها. هل هناك تبشير باليهودية؟ وهل بالإمكان لأصحاب الأديان الأخرى اعتناق اليهودية؟ لا، اليهودية دين، ليست دين تبشيري. هناك تبشير داخلي، يعني هناك يهود بيحاولوا يقنعوا يهود ملحدين أو يهود مش متدينين يعتنقوا اليهودية ويقبلوا الوصايا، ولكن هذا ليس عمل خارجي. يعني ما في يهود يقنعوا مسيحي أو مسلم إنه يصبح يهودي، لأنه حسب اعتقادنا إذا الإنسان اعتنق التوحيد ووصايا الدين، أي دين ما دام هو توحيدي وفي عنده قضاء وقوانين قضائية، فهذا بكفي. فاليهودية لا تريد تهويد باقي شعوب العالم. ممكن تفصلنا أي هما التلمود والتوراة والجمراء والتناخ؟ بيسألني عمرو. أوكي، هذا السؤال طويل، أحكي بس باختصار إنه التوراة هي باللغة العبرية 5 أصفار موسى، يعني الأصفار أو القوانين، النص اللي استلم موسى في جبل سيناء من الله أثناء خروج بني إسرائيل من مصر. التناخ هو ال 24 كتاب البايبل اليهودي اللي تم، يعني اللي تجمع أو صار كتاب موحد في فترة الهيكل الأول، يعني حوالي سنة 500 أو 400 قبل الميلاد. المشنا والتلمود هم التراث أو النص الشفوي، التوراة الشفوية اللي هي أساس الشريعة اليهودية، بدأت في سنة 200 قبل الميلاد تقريبا إلى سنة 500 مع ختام التلمود البابلي. التلمود البابلي هو الأهم، لأنه هو كان محضر نقاش الحاخامات في مدارس بابل اليهودية في سنة في القرن الخامس والرابع ميلادي. فهذا أساس ديننا، والتلمود هو البداية، وبعدين في هناك كتب تفسير إضافية بعد ذلك. أوكي، انتهى الوقت، انتهى وقتنا. شكرا جزيلا لمتابعتكم، وأتمنى أن تعملوا لايك وشير للصفحة إذا عجبتكم، وإن شاء الله نشوفكم عن قريب، وكونوا دمتم دائما في أمان الله. شكرا.